بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين. أما بعد، الذوات الكرام كل باسمه وصفته التي يحب، الجمع الكريم. الشعر غذاء الروح وشراب القلب وعطر الأنفاس. ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. عهدت به شرف الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بانا غودر هنالك. مساؤكم عراقي الأنفاس، ربيعي الحضور، شعري المس، أخضر الابتسامة، وأردني المشهد. إن هذا المساء لا يختلف عن غيره، ليس بشيء، وإنما بزهو حضوركم ولذة رفقتكم. وإننا في هذا المساء لنجتمع حول مشكات ثلة من المبدعين الذين أناروا عتم السطور بوهج حروفهم المتوقدة، فكان سراجهم قلب يوقد من شجرة الفكر النير. وأما قبل فالسلام على أردن الشموخ والكرامة، السلام على العراق ونخيله، السلام على دجلة والفرات، السلام على أرواح شهداء الأمة، السلام على الشعر، والسلام على الشعراء. وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن رابطة الكتاب الأردنيين، اسمحوا لي أن أرحب بكم وبشعرائنا ومحدثينا الأفاضل. كلمة ترحيبية يقدمها الأستاذ محمود لغمور رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، فليتفضل مشكوراً. عمتم مساءً أيها الإخوة الحضور، نحن في حضرة بغداد، نحن في حضرة المدينة التي كانت وستبقى مناراً للأمة، نحن في حضرة بغداد التي كنا وسنبقى نلوذ بها لأنها الحصن المنيع في الدفاع عن الأمة وشرفها وكرامتها. وفي الذكرى 16 لاحتلالها من قبل عصابات الغدر والذل والخنوع وخونة الأمة، نستذكر بغداد أكثر وأكثر، لأننا ندرك مدى الضياع الذي حل بالأمة حينما غابت بغداد عن المشهد. أما الذين باعوا أوطانهم، وكما يقول العراقيون، واللي يبيع الوطن وين الوطن يلقاه، فمصيرهم إلى مزابل التاريخ. أما الذين رفعوا هامة العراق حتى وإن ضعفوا أو وجدوا ما لا يحمد من زعماء الأمة ومن مناضليها، فهم دائما قمم شاهقة تسمو بهم قاماتنا وشعرنا وأدبنا وكل شيء. فباسمي وباسم الهيئة الإدارية لرابطة كتاب الأردن،
نرحب بكم في هذا المنبر الذي ظل وسيبقى منافحا عن الأمة وعن الوطن، وباسم عمان نرحب بكم يا أهل بغداد، يا من كنتم أصحاب الأولة. لقد تخرج من بغداد آلاف الطلبة وعادوا إلى الأردن يحملون شهادات في معظم الاختصاصات، وهم الآن الذين يقودون المجتمع. لا نستطيع أن نتنكر لهذا الفضل الجميل الذي قدمته بغداد، ليس لأبناء الأردن وحدهم، ولكنها فتحت جامعاتها ومعاهدها وخصصت نسبة كبيرة من مقاعد الدراسة فيها لأبناء الوطن العربي لأمرين مهمين. أولاً هي رفع المستوى العلمي والثقافي في الوطن العربي، خاصة أن كثير من الدول لم يكن لديها جامعات ومعاهد للتعليم تستطيع أن ترفع من مستوى ثقافة أبنائها. ولأنها أرادت أن تكون بغداد منارة للأمة ترفع من سويتها وتعلي من شأنها وتدافع عن فلسطين كما تدافع عن العراق وعن الصومال وليبيا والجزائر وغيرها. نحن إذن في حضرة بغداد ولا نملك مرة أخرى إلا أن نرحب بكم ونحييكم. وهذه الرابطة قد خصصت منذ فترة طويلة بيتا واعتبرت بيتا للعراقيين، وهناك عدد موجود منهم في هذه الرابطة، أعضاء في هذه الرابطة. فنحن نعتز بكم ونعتز ببيت الثقافة العراقي، ونأمل حقيقة وستجدون أننا مستعدون لكي نحتوي كل أنشطتكم، كما نرحب بالإخوة الشعراء الذين سيشاركوننا. ومن للشعر غير العراق، ومن للشعر غير العراق، مرحبا بكم وحياكم الله. شكرا لك أستاذنا الفاضل. العراق تاريخ وحضارة، العراق سلام ومحبة، العراق نخيل وسنديان، العراق جرح نازف وأمل قادم. سنبدأ معكم أولى فقراتنا بكلمة يقدمها الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق، تفضل فالمنصة لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البدء وأنا أقف على منبر رابطة الكتاب الأردنيين أن أشكر الأردن جميعا من خلال الرابطة التي وفرت للمبدعين العراقيين هذه المنصة، وتستذكر اليوم معهم ذكرى الاحتلال الأليمة، فلهم الشكر على ما قدموا سابقا وعلى هذه الأمسية وعلى ما سيقدمون مستقبلا. وتحية خاصة للأستاذ محمود رضمون رئيس الرابطة على المعاني الكريمة والعزيزة التي جاءت في كلمته، وهذا ليس غريبا عليه وعلى إخواننا في الأردن الذين احتضنوا إخوانهم العراقيين وغير العراقيين منذ سنوات، وبارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير. وبعد ذلك أشكر الإخوة الذين أقاموا هذه الأمسية من المبدعين العراقيين الذين أسسوا للثقافة العراقية بيتا في عمان، بيتا وإن لم
تقوم أركانه حسيا، ولكنه ما زال معنى عظيما مستمرا وسيبقى إن شاء الله. والدليل على ذلك هذه الأمسية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التي نجتمع فيها جميعا تحت عنوان العراق جرح نازف وأمل قادم. وأقول هذا دليل على أن الأمل قائم وقادم إن شاء الله، وعلى أن الجرح مهما كان عميقا فسيأتي يوم ويغلق هذا الجرح. هذا الجرح الذي كانت له مستويات متعددة، إذا استذكرنا تاريخ العراق وحضارة العراق وجهود العراق في خدمة الأمة نعرف تماما ونعي لماذا احتل العراق. وإذا استعرضنا تاريخ العراق الحديث والمعاصر نفهم تماما لماذا أريد للعراق أن يخرج من ساحة الفعل لكي تستفرد القوى المتفردة في العالم بساحات أخرى، ومن أولى هذه الساحات ساحة فلسطين وبيت المقدس، ولا سيما في ظل هذه الظروف التي نعيش فيها الضغوط الكبيرة التي تمارس على الأمة وتمارس على الأردن تحديدا من أجل التنازل عن حق الوصاية على المقدسات وتمرير مشروع الشرق الأوسط الكبير أو صفقة القرن كما يسمونها الآن. فالجرح عميق، ولكن الأمل إن شاء الله قادم بهذه الثلة التي ما زالت محافظة على عهدها ووعدها للعراق. الجمع كبير والحمد لله، ولكن مهما كان الجمع كبيرا فإننا نعاني من جرح آخر هذه المرة على مستوى مواصلة الصبر والرباط على قضية العراق. وانتهز هذه الفرصة أيضا هنا في هذه الأمسية لكي أتكلم معكم ومن خلالكم إلى الآخرين بصراحة. جرحنا الحالي هو في كيفية التعامل مع مشكلة العراق، مع كارثة العراق، مع مأساة العراق، مع احتلال العراق. اعتدنا في السنوات الأولى للاحتلال أن نقيم المناسبات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات وأن نمارس كل الفعاليات والنشاطات الممكنة داخل العراق وخارجها للتذكير بمأساة الاحتلال ولبحث السبل الممكنة لإنهائه وإزالة آثاره. وما زال الثلة مؤمنة والحمد لله على ذلك، ولكن يبدو أن مرور السنوات وتكاثر الأحداث وتعدد المصائف في الأمة، فبعد أن كان جرح العراق وقبله جرح فلسطين، فإذا بجرح سوريا وإذا بجرح اليمن وإذا بجرح ليبيا وإذا بجراح أخرى هنا وهناك في جسد الأمة العربية وفي جسد الأمة المسلمة. وهكذا أصبحت قضية العراق كأنها أمر قد مضى وانقضى ولا يلتفت إليه، مع أن أصل الداء والمشكلة منذ البداية كان هو العراق. لما احتل العراق سقطت البوابة الشرقية ففتحت للغزو الأصفر الذي أكمل صفحة الاحتلال الأولى، الاحتلال الأمريكي. ولكن أقول أن أشعر بجرح الآن، لأن هناك مشكلة فيما يمكن أن نسميه مفهوم الوطنية الآن. الوطنية بعد الاحتلال كانت هي التصدي للاحتلال، الوقوف بوجهه، مقاومته حسا ومعنى، ثم الصبر على ذلك إلى يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج. كل إنسان قام بواجبه وينتظر من الله سبحانه وتعالى أن يحقق له مراده بتحرير العراق. ولكن الآن أنا شخصيا أشعر بأن هناك نوعا من محاولات تغيير الفهم الصحيح لهذا المفهوم، مفهوم الوطنية. وإلا وجوه كثيرة كنا نراها هنا في هكذا أمسيات وما زالت هنا لم تغادر هذا البلد، ولكنها لم تحضر هكذا مناسبة واحدة في السنة، وهي مناسبة هذه المرة مهمة لأنها تمثل عودة لنشاط عدد من المبدعين العراقيين في رابطة الكتاب الأردنيين. إذن هي مناسبة أخرى تستحق لوحدها أن يحتفل بها.
هناك من يعتذر عن حضور هكذا لقاءات بذريعة أو بحجة أو بأخرى، وهناك من يحسب ألف حساب ويزن المجيء والحضور المشاركة بميزان دقيق خشية أن يقال كذا أو يفسر كذا أو يترتب عليه كذا. هناك إذن مشكلة حقيقية، علينا الآن أن نفرق بين مدعي الوطنية ومن هو وطني حقه. علينا أن نفرق بين من سار مع الركب عندما كان الركب كبيرا ثم بدأ يبتعد عن هذا الركب عندما بدأ الركب يقل وعندما بدأت تزداد الضغوط. وأختم حتى لا أطيل عليكم وأقول ينبغي لنا أن نجدد العهد بحب العراق، أن نجدد العهد بالصبر والمصابرة والمرابطة من أجل تحرير العراق، أن نجدد العهد بيننا أن يبقى مفهوم الوطنية مفهوما نقيا واضحا صادقا ملبيا لكل طموحات الوطنيين، وليس شعارا نتخذه في مرحلة ثم نتركه وراء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك شيخنا على ما أفضت. قالوا وظل ولم تشعر به الإبل يمشي وحاديه يحدو وهو يحتمل، ومخرز الموت في جنبيه ينشتل حتى أناخ بباب الدار إذ وصلوا، وعندما أبصروا فيض الدماء جفلوا صبر العراق صبور أنت يا جمل، صبور أنت يا جمل، صبور أنت يا جمل. سأترككم أحبتي مع الدكتور زوبع الراوي في كلمة يلقيها على مسامعنا، تفضل فالمنصة لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل. أيها الحاضر الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فلسطين، القدس، غزة هاشم، حيفا، يافا، العراق، بغداد، نينوى، البصر، الأنبار، بلدان ومدن يحمل لها العرب والمؤمنون أروع آيات الحب والوفاء، ويحمل لها أعداء العرب والمؤمنون أعداء العروبة والإسلام أشد ألوان الكره والحقد. احتل العراق وقبله فلسطين، وبدأت المقاومة، وأصبح في العراق كما في كل مكان يطاول الاحتلال المتغطرس طرفان: طرف مقاوم شريف وضع روحه على راحة كفه فداء لدينه وإعلاء لكلمة الحق التي فيها نزل، وينتظرون من الجليل إحدى الحسنين، إما نصر ناجز وإما شهادة ترقى بهم إلى رب رحيم غفور. وطرف باع نفسه وضميره وتضع أن يكون ذيلا للمحتل المتعاقب بنهج ينهج نهجه وينفذ أمره في عض ثدي الأم التي أرضعته، ويخون الأرض التي نمت وازدهرت. وهناك طرف خفي طأطأ رأسه وتخاذل قلبه ولسانه وشلت يده في أن يفعل بفعل مجيد، متعللا بالعجز والخور وقوة المعتدي وجبروته. نحن نطالب بخمس خصال رئيسة شاملة، ونترك تعاون المشترك وتفاهمنا لتحديد آليات تلك الخصال وبرامجها: إحقاق الحق، إقامة العدل، استتباب الأمن، إصلاح الخطأ وتعويض الضرر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور على ما أفضت.
والآن إلى الشعر وفرسانه. فارسنا الأول في هذا المساء شاعر بلغ من الشعر عتيا حتى اكتحل شعره بالشعره بالحكمة والجزالة، فشابت ذؤابته على مفرق الفصاحة، كساه الوقار والهيبة وغنته الحروف كما غناها. يقول شاعرنا: طبعت على المدى قبلة لأرسلها إلى نخلة، لتحملها فراشات لروح لم تزل طفلة، لفلاح فراتي يروي دمعه حقلة، وأرملة بكت عمرا شكت لزمانها ليلة، رسمت بأحمر قان عراقا لم يطق حمله، عراقا لم يكن يوما سوى طب لذي عله، عراقا لم يكن يوما سوى طب لذي عله. رحبوا معي بالشاعر القدير مكي النزال، تفضل فالفضاء لك. السلام عليكم ورحمة الله. أزور بغداد أم المجد في حلمي، أمشي شوارعها والزهو في قدمي، في الكف أمنية للنهر أبلغها، والروح في شفتي والقلب في قلمي. ذكرت دجلة بالأيام عاطرة، والعنفوان إذا ما ثار في دمي، وكم عهدت لها بالقلب تغسله من حزنه بفيوض الحب والكرم. ترقيه من غضبة كانت تعاوده، حتى تكاد به محمومة الحمم. بغداد أمي التي إن كنت مغتربا فاخرت بالمجد فيها سائر الأمم. قصيدتي بلسان حال من ضحوا بأرواحهم على دروب العقيدة ورفعة الأوطان، عنوانها شهيد المروءة. أسقيت سم الموت في الترياق، متبصرا متبسما لرفاقي، متوسدا روحي التي مكثت معي، وقصيدة ترثي الصديق الباقي، ومحملا إرثا رأيت بتركه بلوى، وليس الظلم من أخلاقي. يكفي بحار الدم منا واحد تعدو عليه بلجة الإغراق، ساروا بتابوتين يوم جنازتي، نعش به جسدي ونعش عراقي. ساروا بتابوتين يوم جنازتي، نعش به جسدي ونعش عراقي، ودعوا بصمت خشية من قاتلي، وتأملوا فرجا بدا بفراقي، وتجملوا بالدمع يحبس دره، مترقرقا كالومض في الآماق. لم يبكني إلا الفرات بدمعة مخفية بعذوبه المهراق، والنخل طي الريح أخفى نوحه، وهما على قبري جنى الأعذاق. يا حاملي إلى الحياة تعجلوا، إني بلغت الشوق بعد سباقي، وارتحت مما كان يثقل كاهلي، مما دهيتم منه بالإشفاق،
حتى كأن العمر مر كومضة من مولد حتى أوان سياقي. لم أحظ من وصل الندى بدقيقة إلا وجد الحزن في إحراقي. أعدو وتعدو الريح تطلب خطوتي، ويهم غيم البأس بالإبراق، وأثور منتفضا على من أسلموا رأس الحياة لغادر أفاقي. أنا حامل الرايات، أنا حامل الرايات في فلوجتي، أوفيت في أنجادها ميثاقي، وبموصل التاريخ كنت مدونا بدمي صحائف عزها الخلاقي. بغداد أمي والبواسل أخوتي، نفدي رؤاها الغيدة بالأحداق، فيها مهادي والنجوم منازلي. أسمو على التنكيل والإرهاق، جالدت في الأنبار غير محاذر أن تستباح يدي وتكسر ساقي. كالبحر كنت مغاضبا في وثبتي، وجه الردى والدر في أعماقي، لم أنتكس يوما وكنت مجالدا مهما استبد بمعصمي وثاقي. متصيدا فرص النجاة بحنكة لمعذب يرجو أوان عتاقي، متربصا للوثب خارج أضلعي، فالموت كل الموت في الأطواق، متوثبا للقفز خارج محبسي مثل الهلال يشق ثوب محاقي. مجنونة لا ترعوي بمسيرها، إما مضت للمكرمات نياقي، داست على مزق الطغاة عنيدة تحدو الجموع رحيبة الأشداق، وكأنها بين الرصاص يحوطها محفوظة نصرت برب براقي. تاريخ عمري لن يضيع لأنني دونته بالنزف من أعراقي، ومحابري بدم الخلود ملأتها لتجود من قلمي على أوراقي. لن يستكين الجرح في عزماته مستعصيا يأبى على الإغلاق، جرحي فرات لا يكف عطاؤه، أيشح نهر وارف الإغداق، والكف تبقى بالعطاء سخية لا تعتريها خشية الإنفاق. سيروا سيروا بمن صنع الحياة بموته، والتزهدوا بفراته الدفاق، وتجرؤوا واحذوا التراب على فم خرق الدجى بصداحه البراق. ذل الوفاء وقد تهتك ثوبه، بئس الوداع يكون دون عناق. أنا لم أمت يا سادرين بغيهم، هي غفوة للنجم في الآفاق، ستنير من تحت الرماد كواكبي، وترون في عين الدجى إفلاقي. يبقى العراق العز مهما أرجفوا، فلتنكفئ مأفونة الأبواق. ديني يشع ولا تضام عروبتي، وقصائدي تشدو بحب عراقي. شكرا لصبركم. شكرا يا أخوان. شكرا لك شاعرنا الحبيب. على بعد نبضة أو أقل بقليل، كنت التقيته ذات شعر على متن قصيدة ملقاة على كتف بحر غارق في التفاعيل المملوءة بصور الإبداع
بين بحارة أرهقتهم مواويل الضجر، كان ممشوق الحرف ملتهب المشاعر، يجدف بالحنين عشقا وبالعشق جمالا وبالجمال رقة وبالرقة ألقا وبالألق عنفوانا وبالعنفوان زنبقة شربت من دماء شاعرها ففاحت إيقاعا لامس آذان الغيم، فأمطرت الصفحة ماء أحيا قلوبا ألقاها الساحل على رصيف الشوق. يقول: ولا نمد يدا لنملأ مسكه بجرارنا ونشم رائحة البنفسج من بعيد، زهر البنفسج يا ربيع بلادنا، نعطي بنادقنا استراحتها قليلا ثم نبدأ بالمواويل القديمة والكلام العاطفي ونرتخي لتمر فوق رؤوسنا الأحلام في مطر الأماسي في هبوب النقع ترتعد الفرائص عند أول بارق للمس في شرف القبيلة. فارسنا الثاني في هذا المساء الشاعر سعد الدين شاهين، تفضل فالفضاء لك. السلام عليكم. بعد أن تم تدمير عواصمنا العربية بقصد تدمير إرادتنا، أشك أن تدمير المباني والشوارع سيلحقه تدمير الإرادة، لكن أنا سأقرأ الآن وأسقط قصيدتي منذ طروادة إلى الآن، والتاريخ يعيد نفسه، وأنا سأسقط قصيدتي على هذا الواقع. لم تزل في البال أوديسا تاهت في المدى خطواته، مذ أخطأ البحار فانفلت الشراع وكانت الصحراء غافية، فأيقظها على حلم رأى في ظلمة الأنفاق إيثاكا، وكانت في فناء القصر بنلوب في انتظار حبيبها ليعود منتصرا، أغوته نرجسة فشم عبيرها ومضى إلى المجهول يطوي الأرض طيا. كنا نشابه أنبياء من فصيل أنبتته مدائن، وثقت بمن وقفوا على أبوابها يحمون عفتها، فكان الأنبياء بها حريا. هذا ربيع بلادنا متشابه، وغدت على أعتابه 20 إيثاكا بلا عوليس، جف النرجس الشتوي وانطفأت عيون الياسمين على الطريق، ولم يعد أحد على طلل عليا. غارت كل أشرعة السفائن في مياه لا شواطئ تحتضنها، وغفت زهور اللوتس المجنون في أحشائنا، فمتى نفيق لكي نعود وكي يرى كل حبيبته التي انتظرته تهدي قوس نجدتها إلى عوليس كي يحمي أنوثتها من الأعداء والأصحاب ممن يحرسون قلاع إيثاكا، وهم يتربصون على المشارف كلهم يبغون عفتها، ولا أحد سوى عوليسها للجرح كيا. كان النخيل على ضفاف الرافدين، سحابه وغيومه وظلاله والفيء والقمر المضيء وفاتنات الماء والشعر المغنى وانعكاسات الشناشيل على الشط لها معنى عراق، مر من أبوابه الزمن الهصور ولم يزل حرا أبيا، وعلى هضاب الشام واليمن السعيد ومصر والسودان وبعض مرابع الأولى قد ارتسمت وكان لي ظل ولم تمح الظلال، هناك مرت 1000 داجية وداجية وما زلنا على آثارنا نمشي كدأب النمل، والظل كما الظل على عيني صبية لم يبق في من الجراح سواي طفل قارب 70 صمتا، إن تكلمت ترد الباب وانغلقت متاريس تدار على جدار الوهم تشرع بابها لتكون لي في الأمر معبري الأخير إلى المضيق،
لربما خاطبت أندلسي هناك بما يليق بفارس هرم يسوس الخيل كي تبقى مرابعها على الذكرى ولا يبقى صهيل الخيل في جسدي عيا. شكرا لك. شكرا لك شاعرنا الحبيب فارسنا الثالث لهذا المساء هو شاعر يهز جمجمة القصيدة بيديه ليخرج منها أعذب الصور وعرجونا من الدهشة هو الواقف فوق كثيب المعنى رافعا رأسه مطلقا صرخات الحنين للماضي والطفولة محملقا بالبدر بنظرة تصعد سلم الابتسامة بصمت يقول شاعرنا كنت في الماضي لا أشكو صرت أشكو وأشك هدم الأغراب بيتي حرقوه ثم دكوا اسم يافا صار يافو واسم عكا صار عكو ليتها مكة تبقى دون أن تصبح مكو. الشاعر راغب القاسم تفضل فالمنصة لك. رأيت العراق في جيشه في عام 48 ولأن العراق يعاني الآن لا يتصور المرء أن العراقيين فقدوا بطولتهم في يوم من الأيام في عام 48 وقبل الهدنة المشؤومة كان الجيش العراقي في فلسطين وهذا رأيته بأم عيني في فلسطين حاولوا إيقاف الحرب وكان الجيش العراقي متمسك بمدينة جنين عندها وقفت الحرب فاحتال الإسرائيليون الخونة العبث بالهدنة وحاولوا إعادة جنين إليهم إلا أن بطل العراق وهو عراقي معروف أبى الأوامر ورفض الانسحاب وأعاد الكرة على جنين وأعادها ورفض الخروج إلا بعد أن يسلمها للجيش الأردني وهذا ما حدث هذا هو العراق عراق الشرف وعراق البطولة في الواقع قصيدتي استوحيتها من الأخ العراقي الشاعر محمد صيف وأنا سميته محمد نظيف لأنه نظيف اليد واللسان في قصيدته يقول في العيد أقطف أشواقي وأهديها لكل قلب يناجي طيف مهديها يا فرحة العيد زوريها ولو كذبا لعلها ساعة تنسى مآسيها فرددت عليه ما لي أراك من الأغصان تقطفها أشواقكم دائما في العيد تهديها لا تقطف الشوق كي تبقى ذوائبه تسعر الروح في لقيا محبيها إني حريص بأن تبقى مودتكم لا تقطفوها لكي تنمو معانيها إني سأرسلها دوما محبتنا في كل آن وفي شتى مساعيها إلى الأحبة من أبناء أمتنا في كل مصر وإن بعدت مراميها لا تأس يا صاحبي إن ساءنا زمن أو مسنا خور يا صاحبي فيها إن الرزايا وإن حلت فيا وطني لابد يوما إلى الأجداث نرميها هذه مرابعنا ما زال يعمرها أبناؤها الصيد رغما عن مآسيها
أين الذين مضوا في غيهم زمنا؟ وأين من كان راعيها وحاميها؟ القدس دامت وأرض الشام باقية، والنيل ما زال يسقينا ويسقيها. كل الفراعين من أرجائها اندثرت، لم يبق منهم سوى آثارهم فيها. يا ابن الفرات لكم في القلب منزلة، وللعراق مواض سوف نعليها. سنزرع الأرض في أرجائها أملا، ونحصد الخير رغما عن أعاديها. لك التحايا من الأعماق أرسلها، للرافدين وفي شتى مراميها. الشوق كالشوك يؤذي من يصاب به، فحصن النفس بالإيمان تحميها. هذه فلسطين فانظر ما ألم بها، باتت محرقة من شوق أهليها. ما بين مغتصب أمست تقارعه، ما فت من عزمها نغل يعاديها. لكنه الجرح باق في جوانحها، جرح الشقيق الذي أودى بماضيها. بئست أخوتهم بل خاب طالعهم، يساقطون صغارا عند غازيها. يا ابن العراق وللأيام موعظة، من لم يعيها لا يأمن مآسيها. ليلى هنالك في بغداد حائرة، ما بين شوقك أو سلوى محبيها. ليلى هنالك في بغداد أرقها عجز الطبيب، فهيا كي نداويها. شكرا. شكرا لك شاعرنا الحبيب. وأما فارسنا الرابع هذا المساء فهو شاعر من الطراز الرفيع، يستقي عذوبة حروفه من رحيق الغيم ليعانق بها نجوم المعنى. هو من يصلب على جبهة الضوء قلائد الأمل، شاعر يريق من المس لذيذة ومن الشعر نبيذة. يقول شاعرنا: أسائل والسؤال بلا إعادة، وقد يأتي الجواب بلا إجادة. وإني رغم أني لست أني أساوم بالسياسة والسيادة، سأسأل قومنا جمعا وفردا: أيهنأ فاقد ذبحوا بلاده؟ سأسأل كل من عاشوا نزوحا: ترى هل أدرك الباغي عناده؟ رحبوا معي بالشاعر الأستاذ حارث الأزدي، تفضل فالفضاء لك. السلام عليكم. أظنكم أشبعتم شعرا فخرا، وآن الأوان لتسمعوا تراتيل من الوجع العراقي. تراتيل بحزن من بلادي، تنوء به القوافي باجتهادي. فيظهر من قريض الشعر بث، إذا ليلى تحط لدى سعادي. وإن قيس تأقلم في خباء، فهل عمر سيمشي بالتئادي؟ وهل أبناء يعرب إذ تنادوا أفادونا بحق مستعادي؟ ضياع عراقنا خطب كبير مريع، ذاب من ألم فؤادي. وتكرار القوافي ليس شحا، ولكن الهزائم في ارتدادي. نعد مصيبة فتكون أخرى، ثقال في اكتئاب في سوادي. لبغداد الحزينة خفق قلبي، مآسيها تلوح بكل وادي. يخيم في العراق اليوم حزن، تمادى الظلم
من جبل لوادي وأوجاع البلاد لها صرير كعصف الريح في يوم الصراد. ألا يا أيها الوطن المعنى لعلك مدرك سر التمادي. إذا هتفت حناجرهم بوهم فدون خداعهم خرط القتاد، يمجون السلام بسوء لفظ، سلام سيق في طعم الفساد. عراق صار مرتعهم لنهب، ألا تبا لهم في سم زادي. مصائب لو أردت لها قصيدا ستغترف البحور من المداد. وباء حل في دنيانا حتى به اكتست المزارع بالجراد، فهل يبقى به ثمر زروع؟ وهل تبقى على قيد بلادي؟ إذا طال السكوت فسوف يمضي بنا حال المساءة بالشداد. على رغم احتلال الأرض كنا وبات الضيم في يوم التنادي. فما بال العراق اليوم غرقا بنوه بنهره من دون حادي. ألا هب استفيق من سبات، فما أزرى العراق سوى الرقاد. عراق جالت الأغراب فيه تواصوا مثل منعقد العهاد. تعاهدنا الظلام بلا منار، ضحايا نحن غرقى في العناد. تجوب سماءنا محن كبار، نسلم لا نجيد سوى الحداد. إذا عبارة الموت استقلت بوسط النهر تمخر للحصاد، رأيت عراقنا جثثا لغرقى، ينود عراقنا وبلا استناد. بيوم ربيعنا حلت مآس، تموت زهورنا من هول عادي. نزوح نزوح في الفلات بغير ذنب، وتهديم المنازل باشتداد. وغرقى وسط دجلة في نهار كأن النهر يزبد بارتعادي. أيا شعبي كفانا اليوم صمتا، فقد بدت المصائب في ازديادي. يمازج حزننا أمل كبير على قيد التصبر لن نفادي. فيا رباه فيا رباه نصرك إن ظني دخولي تحت قولك يا عبادي. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك شاعرنا الحبيب. وأما فارسنا الأخير ومسك الختام، شاعر أحب اللغة فعشقته، وصبغ الحروف بلون الربيع فاخضرت وأزهرت وآتت أكلها ضعفين، ونسجها عباءة عز وفخر فألبسها أكتاف السطور تختال بها، شاعر تنساب بين شفتيه الكلمات ليملأ بها دورق الإبداع. يقول شاعرنا: تمادت في قساوتها الجراح، فضاق بها العراق المستباح. أمام نزيفنا الكلمات تعيا، وتعيا عنه ألسنة فصاح. قضينا أجمل العمر انتظارا، لعل الحزن يعقبه شراح. فهل قدر تغازلنا المعالي ويسرق بهجة العمر الكفاح؟ رحبوا معي بالشاعر العراقي والإعلامي القدير محمد نصير، تفضل فالفضاء لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، السلام عليكم.
في الثامن من نيسان من عام 2004. شيعنا أخي فلاح بعد أن قتل في منازلة محتدمة ضد جنود الاحتلال الأمريكي، وقدر الله أن يرحل عن هذه الدنيا موشحا تاريخنا بالشرف الرفيع. نسأل الله أن يحسبه شهيدا. هذه القصيدة كتبتها له. أخي فلاح، يا أخي إني جريح مذ ركبت الموت شوقا لمناك. يا أخي إني جريح مذ ركبت الموت شوقا لمناك، ورصاص المعتدي أجرى دماك. هل نداء الحق في السر دعاك؟ يا أخي قل لي أجبني ما دهاك. هاك روحي يا أخي فهي فداك. يا أخي إن شقائي من شقاك. أيها الموت لما الأقدار لم تبطئ خطاك. كم تمنيت لقاك فلعلي أطفئ الشوق عناقا، بيننا حال التراب، آهي من هذا التراب. كلما عدت لأمسي تعتريني الذكريات، تحمل الحزن العتيق. يا أخي تشتاق روحي عطرك المنساب مسكا، من حنايا القبر من تحت التراب يملأ الأفق شذيا، فغدا قبرك أنسي. إنني المشتاق هل تسمع همسي؟ أم تراب القبر قد سد الطريق؟ آهي من هذا التراب. يشرح الدمع تراتيل الفراق، يا حبيبي تشتهي روح العناق. كنت في الدنيا ضيائي كيف أسلجلي الطريق؟ كانت الذكرى أنيسا حينما يقسو الغياب، لكن اليوم استحالت لعذاب. إنني اعتدت عليك، كنت تأتي آخر الليل لبيتي، كنت تأتي آخر الليل لبيتي تنشد الراحة عندي كي تنام. منذ أيام تراني أرقب الباب حزينا، إن برد الليل يؤذيني وحزني ضعف الشوق إليك. هل تدق الباب؟ هل تأتي كما اعتدت عليك؟ إن بابي مثل قلبي يشتهي لمس يديك. لا غطاء ناعم يلغي شتائي لا نديم، غارق في لوعة الذكرى سقيم. أنت في الدنيا جناحي، يا جناحي قد كسرت. أتراك اليوم أغراك التراب؟ آهي من هذا التراب. أين أنت الآن؟ قل لي يا فلاح. يكتوي القلب حنينا كلما طيفك لاح، كلما مر بنا صوتك أو عطرك فاح. أترى كل الذي مر خيال؟ كنت ترعى البيت بعدي إن أنا غبت طويلا، من يصون البيت من بعدك؟ من يسقي الزروع؟ كلما أدخل بيتي يتراءى فيه وجهك، كلما أصغيت ناداني من الجدران صوتك. كلما أدخل بيتي يتراءى فيه وجهك، كلما أصغيت ناداني من الجدران صوتك. كلما حاولت نسيان الحنين عاد أطفالي بشوق يسألون، يا أبي أين اختفى العم فلاح؟ لم يعد يأتي إلينا، ويقولون قد اشتقنا إليه.
هل يعود؟ أكتم الحزن بقلبي وأجيب من رأى في الموت فوزا لا يعود. شكرا. شكرا لك شاعرنا، وإن كنت قد أثقلتنا حزنا. وفي الختام لا يسعني إلا أن أقدم باقات الشكر لشعرائنا الأكارم على ما قدموا من بديع الكلم ورهيب الأحاسيس والمشاعر، ولكم أيها الحضور الكريم باقات أخرى من الشكر والتقدير على حسن استماعكم وجميل حضوركم. وآخرا الشكر موصول لرابطة الكتاب الأردنيين على جميل استضافتهم وجهودهم في تنظيم هذا اللقاء الأدبي الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.